مشاهدي شفتي فيها، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من قلب العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه وبالضبط من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتبوا معنا منطقه البرنوسي اللي منطقه كبيره ومنطقه شعبيه، منطقه معروفه بطبيعه الحال، عندها مسؤولين ديالها وعندها السلطه ديالها وكذلك عندها الساكنه ديالها اللي كيغيروا على المنطقه، يعني منهم سكان ومواطنين عاديين وكذلك منهم ناس عاليات المجتمع المدني بين جمعيات وتعاونيات كذلك ومنظمات حقوقية. فللأسف هذه السيارة سيارة مهملة من نوع داسيا اللي مدة طويلة وهي هنا، اللي أصبحت مزملة وكانت قبل، حاليا لا كانت قبل، مرجع للمتشردين. يعني كانوا المتشردين معندو فين ينعسو كانوا كيجيو ينعسو فيها. للاسف هذه السياره هذه مده طويله وحنا كنتكلموا عليها، كنديروا لايفات كيهضروا ناس، ومع ذلك يعني المسؤولين ما بغاوش يتدخلوا، ما بغاوش يديروا اي محاوله باش يحيدوا من هنا، لان هادشي دائما كيدخل في تحرير الملك العمومي. فهذا ملك عمومي، فهاد البلاصه اللي يقدر يستفيد منها واحد من الساكنه اللي بلاصي فيها السياره ديالو. فهاد السياره كما كتشوفوا الحاله المزريه ديالها وكثر يعني سنوات ويانا، فراه ما غتلقى عندها ضريبه، ما غتلقى عندها اسيونس، ربما تم مولاها نسيها، ربما حتى صاحب السياره حطها هنا ونسيها، يعني ما مكانها يعني تواجدها في هذا المكان، ف لا شيء. يعني يا اما يقلبوا على صاحب السياره يتواصلوا معاه ويحاولوا انهم يحيدوها من هنا يعني بطريقه اللي حبيه مع صاحب السياره، او لا راه كاين حالة أخرى اللي هي تحرير الملك العمومي، وهي أنهم يجيبوا التراكس أو الرافعة ويحيدوا السيارة منا باش تبقى يعني هاد المكان، لأن كما قلت هذا باركينغ، يعني خاص الناس ديال الساكنة ولا الناس ديال المنطقة اللي يستافدوا منه ويبلاصيو فيه السيارات ديالو. فملي كتشوف سيارة مهملة وسنوات ويانا مولاها مكاينش في الحي، يعني مولاها مكاينش، ما عارفينش شكون هو السيد اللي جاب بلاصة النهار الأول. ملي سولنا قال لك انه كان شي واحد طولي في هذا الكراج، ربما بعدها مشى وخلاه هنايا، ولكن واش ديالو واش ديال شي كليان الله اعلم. هذا هو المشكل، ولكن الغريب هو ان حتى شي مسؤول ما تفاعل، يعني ولو ان الناس تكلموا الناس هضروا الناس داروا يعني اللي عليهم، ولكن المسؤولين حتى شي واحد ما تدخل، حتى واحد ما دار شي محاوله بتاتا.